العمل ديالنا والتوجيه ديالنا أن نوجهكم أنه نكون وحدكم، أن نكون القدس ديالكم، لأن كنوجهكم للمستقبل. وكما قلت لك النهار اللي مشيت عند الحدادي فاش دار المخيم ديالو، راه حنا ما نبقاوش فيها خالدين فيها. حنا ماشي من هذه الأحزاب اللي كيجي الرئيس خصو يبقى واحد العدد ديال السنين. حنا غادي ندوزو الوقت ديالنا وغادي نوجدكم، بلا عارفين بأنه كاين الناس اللي وجدوا. الله يجازيكم بخير، وغادي نكونوا متفقين لأن رانا الناس اللي إن شاء الله من بعد 30 سنة، تخيلوا معايا من بعد 30 سنة بهذا الريتم ديال هاد الثلاثة ديال السنوات اللي خدمنا، أش غادي يكون هذا الحيط في المستقبل؟ إن شاء الله غادي يكون مسار صائب، غادي يكون مسار ديال المستقبل، غادي نكونوا حزبية وأورينتي فيغ لافونيير، يعني متجه يعني للأمام، متجه أصلا للمستقبل بفضل النساء ديالو بفضل الرجال ديالو. راه حنا ما عندنا حتى شي حاجة، ما عندي حتى إشكال أن يكونوا فلان، ولكن غير يكون كومبيتون ويكون كيريكتور، ولكن إلا كان غير فلان بوحدان عندي ما ندير بها. شي حاجة اللي بغيت نقول لكم اليوم، مادام أنه غادي نساليو هاد الدورة إن شاء الله الجاوية من دابا واحد الشهر، إذا غادي نبداو إن شاء الله ابتداء من آخر أكتوبر تقريبا واحد البرنامج اللي سميتو 100 يوم 100 مدينة. غادي نمشيو وغادي نديرو اجتماعات في 100 مدينة مغربية بوندون 100 جور، وغادي نلتقيو بالسكان ديال المدينة، وغادي نديرو اجتماعات في المدينة باش نتكلموا على المشاكل، ماشي ديال المغرب، نتكلموا على المشاكل ديال المدينة، ونسمعوا الناس ونسمعوا الأولويات ديالهم، ونسمعوا الأولويات ديالهم باش تخرجوا مع الناس ديال المدينة، وما غاديش نقتصروا فقط على الناس اللي هما أعضاء الحزب، غادي تتبعوا المواطنين والناس والسكان ديال المدينة باش تجمعوا فين كاينين الأولويات وتجيبوا لنا برنامج لكل مدينة. وبلي تجمع ديك 100 مدينة غادي نجيبوا البرنامج ديالنا اللي غادي نمشيو فيه إن شاء الله باش نمشيو برنامج فيما يخصو سياسة المدن. ما نشوفش التوجه الأولي في هذه 100 مدينة هما المدن المتوسطة والمدن الصغيرة. غادي نمشيو ل 100 مدينة اللي هما في الدايرين بالعالم القروي. غنعطيك مثال، غنمشيو لسوق الأربعة. واش من غادي فلاحية ولا ماشي فلاحية؟ غنمشيو لسوق الأربعة، غنمشيو لسيدي علا التازي مثلا، غنمشيو لبيوكا، غنمشيو لتيزنيت، غنمشيو لغرشي، غنمشيو لأوسط، ماشي غادي نجيبو حلول غير غير. أول حاجة غادي نجيو غادي نديرو الإنصات ونشوفو فين كاين نقاط الضعف، فين كاين يمكن يكونوا نقاط القوة، يمكن نحولو يعني نقاط الضعف لنقاط القوة في هذوك المدن وفي هذوك المناطق اللي هي صغيرة واللي هي نائية. دوك أنا كنعول عليكم بأنه هاد نفس الطاقات وهاد الإنرجي اللي عندكم وداك الشيء ماشي غير هنا فقط، غير تكونوا تما في الاجتماعات باش إن شاء الله مع المنسقين. I'm going to give you a